طبيعية. في الحقيقة بعد عمر المنهجية اللي قضيناها في عامين واش بكتاب الدستور هي بين مشروعين. مشروع يريد أن يؤبد الحكم. على فكرة آخر حوار في جملتين بين عبد الفتاح السيسي ومرسي قبل أن يتم ما حدث في 30، قال عبد الفتاح السيسي للرئيس مرسي آنذاك: رأي البلاد داخلة بعضها إلى آخره، ماذا نفعل؟ فقالوا: احنا جايين ل 500 سنة. هذا كلام مرسي. إذا العامين والعام ونص الأولانيين تاع الدستور كان مشروع الإخوان المسلمين اللي تمثلهم النهضة في تونس، وأنا اعتبرت ترويكا وحزب المؤتمر والتكتل يعني لا قيمة لهما أمام وزن النهضة وأمام المشروع نتاع الإخوان المسلمين اللي يمتد لأردوغان ويمتد إلى مصر إلى آخره. هؤلاء لا يؤمنون بالوطن. أنا عشرت منذ عام 1980 وأعرف أدبياتهم لم تغير لولا الصراع والحراك. إذا العامين اللي خسرناهم أو العام ونصف هو كان بين مشروعين مجتمعيين، ولذلك الفصول التي تغيرت هي كلها حد من الحريات إلى أن صار اعتصام باردو واغتيال الشهيدين وتحرك المجتمع المدني. الحراك الشعبي هو المحدد، ثم الحراك الإقليمي والدولي. إذا بسبب هذا الصراع الرؤية الحدثية والرؤية التقدمية لتونس وللشعب التونسي والمرأة التونسي والمكتسبات هي التي عدلت الكفة. الصراع لا يزال قائما حتى مع هذه الحكومة وفي الانتخابات القادمة. معناها هذه معركة نحن مش نعانيه في 23 سنة تاع استبداد تاع بن علي او 30 سنه تاع بورقيب. يعني انا 14 قرن تاع التخلف، 5 قرون من الاستعمار التركي العثماني. اذا نحن يعني على دي شانتي بارتو، في التعليم، في الشارع، في العائله، في السياسه، في المعارضه وفي الثقافه. الان الاخوان المسلمون انا ننصحهم: اولا انت تولد في بلد، الجنسية خطاب الهوية الذي ضيعنا عليه عامين وقتلنا من أجله شهداء وحرس وجيش وفقر وأولاد، الهوية بالنسبة لي محسومة، هي بطاقة الهوية الوطنية لاكار دي دونتي ناسيونال، هذيك هي الهوية. لأنه هذا النقاش حول الهوية ما يجيبش شغل وما يحلش أزمة البطالة وما يحلش الديمقراطية. إذا هذا الحراك الشعبي التقدمي الحداثي هو الذي عدل الكفة، ولذلك نرى في الدستور في الدستور اللي صادقوا عليه بعض النشاز او فصول المتضاربه كالقول بالمقدسات اطلاقا. ثم ناس يقدسوا رئيس، وثم ناس يقدسوا وزير ومعتمد، وثم ناس في الهند يقدسوا بقره. اذا هذا مشكل لغوي ويلزم حل في الدستور القادم. اعتقد انه انا كنشوف الناس في الشارع، نساء ورجال، عجائز، أطفال، مثقفين، يا أخي ثم غمة نحال، مش فرحانين فقط هم بالدستور، لا أحد يفرح بهذا الدستور أو بالحكومة الجديدة. ثم غمة نحال اسمها حركة النهضة، فلنسمي ذلك. أنا في كتابي القيادة الشعرية للثورة التونسية، علاش تحملهم كانوا هما المسؤولية نتاع الغمة اللي تجي على الشعب التونسي؟ شوف أنا كاتب الجمعة 14 جوان 2012 تأشيرة وفاة حركة النهضة. الآن شوف انت ما الذي يحدث في مصر، الفضائح الصايرة لأردوغان، الوزراء المستقلين، اعتقد انه لا امل. هذا جاتهم فرصة تاريخية، لم يساهموا في الثورة، كانوا في الخارج او مختبئين او مخبرين او في السجون، مش الوحيدين اللي سجنوا منذ الاستقلال، سجن اليساريون والنقابيون والقوميون الى اخره. جاتهم فرصة للحكم واذا بهم يحكمون اولا بجهل بالحكم. انت تعرف في الشهر الاول نتاع الثوره شو اللي سير تونس؟ هما الشباب والحوم يعاونوا بعضهم، شباب يعس على الحوم والاداره مش الدوله. ولذلك في امريكا لا يقال ستيت اوف امريكا، لا يقال الدوله الامريكيه، يقال ادمنستريشن. اذا الاداره احنا جربنا الشعب التونسي، اول ثوره بوست مودرن في القرن 21 جربت واكدت انه يمكن أن تمشي بلاد بدون سلطة سياسية، يمشيها أهلها والإدارة. بعدين جاء هذا
يعني أخذ الحكم وتطبيق أشياء وأفكار عفى عليها الزمن وأثبت الواقع. أنا يعني النهضة الإخوانجية نتصور مهددين بأن يكونوا ديمقراطيين، لا أمل لهم في هذا العالم. حتى أمريكا اللي عاونتهم في أفغانستان وفي غيرها وفي سوريا الآن هي تتخلى عنها. حكتني الصورة واحد مهدد بأن يكون ديمقراطي، لأنه يعني أمام التاريخ تونس العظيم، العمق التاريخي والثقافة والحضارة والعالم والعلوم المتطورة، ما عندهمش إما يختاروا يكونوا توانسة أو يقولوا مثلا أنه نقسم تونس على اثنين على ثلاثة إلى آخره. واضح واضح، هذولي هوني من يمثل مجتمع